مصطفى محمد انا كلمتي واحده عنده. مصطفى محمد جاي لي اولمبيات بعد في شهر 6 بالظبط. تمام صح. انا مش هسمح لمصطفى محمد للسفر الا بعد شهر 6. يعني تسمح له بالسفر بس بعد ما يخلص الاولمبيات. بعد الاولمبيات يعني تقعدوا الموسم ده. فاترينا محترمه هتعرضك بشكل كويس. هيلعب جنبك ممكن محمد صلاح. هتتشاف على مستوى العالم. ممكن النادي اللي جاي لك دلوقتي هيجي لك قده مره واتنين ونص تاني. واللعيب برضه بيبص الناحيه التانيه بيقول لك افرض يا اخي لا قدر الله اتصاب. ده بقى رزق ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك. افرض يا اخي هو على الاولمبياد هو الاصابه دي افرض على الاولمبياد ما كانش مستواه كويس والمدير الفني ما ضموش. تبقى بتاعتك انت مش بتاعتي انا. افرض كل حاجه حصلت وهو كمل الاولمبياد وما جالوش عرض. يبقى نصيبك ورزقك. بس انا متاكد ان انت لو فضلت على مستواك ده هيجي لك عرض واثنين وثلاثه ومن احسن انديه في اوروبا. وحق الزمالك عليك انك يعني ادي للنادي. انت جايب عرض كويس وفي فلوس داخله للنادي. ما من هنا للاولمبياد هيدي ايه يعني؟ ايه؟ من هنا للاولمبياد هيدي ايه يعني؟ في دوري عام. في دوري هيكون في شهر 8 يعني. على الاقل هتبقى الامور يخلص في شهر 8 هتبقى الامور يا ابراهيم وضحت شويه. وضحت والصوره واضحه. طب افرض ما وفقش الزمالك في ان هو يعني ياخد بطوله الدوري هتمشيه برضه؟ خلاص هيمشي. لان طب انا كده عملت ايه؟ طب ما ما جابليش البطوله. جاي لي عرض كبير يا ابراهيم. هات لي عرض كبير. ما هو الزمالك طالب دلوقتي فيك 5 مليون ونص ولا 5 مليون؟ الزمالك 5 مليون دولار. عايز 5 مليون دولار. هات ال 5 مليون وامشي. وصل لحد 4 ونص. طيب هات البونص اللي بنقول عليه وامشي. ما هو انت زي ما بتبص زي ما انا ببص لنفسي يا ابراهيم لازم ابص للناديه. من حقك ان انت تسافر. ما حدش بيقول لا. احنا ما بنقولكش ما تسافرش. ما بنقولكش لا يا ابني مش هنديك الفرصه. بس هو اللي جاب لك العرض ده ايه؟ الزمالك. مستواك وفاترينة نادي الزمالك. بس هو كمان معاه وكيل شاطر تعب عليه على عيني وعلى راسي.